الاول عايزين نعرف الفرق بين الاوتوميشن تيست والمانيوال تيست. المانيوال تيست هي عمليه اختبار بيقوم بيها السوفت وير تيستر اكتشاف المشاكل الموجوده في البرنامج يدويا، او بمعنى اخر ان التيستر بينفذ التيست كيسز وبينتج التيست ريبورت بايديه. اما بالنسبه للاوتوميشن تيست فالسوفت وير تيستر بيكتب برنامج باي لغه برمجه لتنفيذ التيست كيسز وانتاج التيست ريبورت اوتوماتيك، فبالتالي ان الاوتوميشن تيست اسرع وبيوفر الوقت بشكل كبير مقارنه بالمانيوال تيست. الاوتوميشن تيست بيتقسم لثلاث انواع: الاي بي اي تيست، اليو اي تيست، والموبايل تيست. احنا في الكورس هنتكلم عن اليو اي تيست وهنتعلم ازاي نكتب كود بينفذ تيست كيسز في البراوزر عشان نختبر الويب سايت عن طريق سيلينيوم. وسيلينيوم هو عباره عن اوبن سورس فريم ورك بيساعدنا ان احنا نعمل الاوتوميشن تيست بتاعتنا، وينفع يشتغل على اي نظام تشغيل زي ماك او لينكس او ويندوز. انا دلوقتي بتقدم لكم كورس سيلينيوم ويب درايفر وجافا كويك ستارت. وليه لازم ادخل دلوقتي في مجال الاوتوميشن تيست؟ لانه حاجه شركات البرمجه ايا كان حجمها للاوتوميشن تيست بتزيد يوم بعد يوم، ولانه اي شركه برمجه دلوقتي بتفكر ازاي تقدر تسرع عمليه تسليم المشروع للعميل مع الحفاظ على مستوى الجوده، وبالتالي بيزيد الطلب على الاوتوميشن تيست. وطبقا لنظريه العرض والطلب ان عدد الاوتوميشن تيسترز مش كبير في الوقت الحالي، فاكيد مرتباتهم بتكون اعلى بكتير من المانيوال تيسترز. يعني باختصار الكورس ده هيضمن لك شغل جديد او ترقيه بمرتب كبير. وطبقا لموقع جلاس دور العالمي متوسط دخل المانيوال تيستر حوالين العالم دلوقتي حوالي 50,000 دولار سنويا، اما الاوتوميشن تيستر 95,000 دولار سنويا، يعني الضعف تقريبا. انا رفيق عادل، خبره 5 سنين في مجال السوفت وير تيستنج ومحاضر محترف في مركز امت ليرنينج. اشتغلت مانيوال تيستنج وبعدين دخلت مجال الاوتوميشن وطبقته باستخدام سيلينيوم على ويب سايتس مختلفه. شفت ازاي الاوتوميشن بيرجع فاليو لشركات البرمجه ويوفر وقت ومجهود كبير. في الكورس ده هنبتدي نتكلم بنظره عامه عن الاوتوميشن ونتعلم البيزكس بتاع السيلينيوم، وبعد كده هنتكلم عن ازاي نكتب التست كيسز ونتعامل مع الويب اليمنتس المختلفه، ونوصل في الاخر لازاي نعمل اركتكتشر صح باستخدام البيست براكتسز المتفق عليها. ده غير اننا عاملين مشروع تخرج في اخر الكورس عباره عن فريم ورك كامل هنطبق فيه كل القواعد اللي اتعلمناها في الاوتوميشن كورس بتاعنا. الكورس ده بيعتمد ان احنا يكون عندنا معرفه بسيطه عن الديفلوبمنت بلغه الجافا. جهز نفسك وملاحظاتك واسئلتك وابعت لي وانا هرد عليك في اسرع وقت. وكمان ممكن نتقابل في مقر الشركه او ممكن نتقابل على برنامج زوم. امت ليرنينج خبرة أكثر من 10 سنوات في تأهيل الطلاب في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات في مصر والعالم العربي، والمركز التدريبي الوحيد الحاصل على شهادة الأيزو 9001 في جودة العملية التعليمية، ده غير أنك لو اجتزت الكورس بنجاح بتاخد شهادة معتمدة من أمت.